السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبناؤنا الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، ومع امتحان شهر أكتوبر إن شاء الله في مادة التربية الدينية الإسلامية، هيا أبنائي نقوم بحل هذا الاختبار إن شاء الله، وهو اختبار سهل إن شاء الله سيكون عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا القرآن الكريم، اقرأ الإجابة الآيات ثم أجب. قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. اكتب الكلمات المحذوفة في الآيات من الآيات كتبناها. ما معنى بالدين؟ بالحساب. الكرام الكاتبون مسؤولون عن نبط الرياح والأمطار ولا الوحي ولا كتابة أعمال العباد. كتابة أعمال العباد. حكم التنوين في كراما كاتبين، طبعا أبنائي الأعزاء الإخفاء. لماذا؟ لأن التنوين جاء بعده كراما، جاء بعده حرف الكاف، وحرف الكاف من حروف الإخفاء أبنائي الأعزاء، وهي حروف كثيرة جدا أكثر شيء. ننتقل بعد ذلك أبنائي الأعزاء إلى الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. اكتب المحذوف كتبناه أبنائي. كيف يكون الإنسان ودودا مع الناس؟ الإجابة أبنائي بإلقاء السلام والتبسم للناس وبخدمتهم وتقديم العون لهم عند الحاجة ومساعدة الآخرين كما قلت لكم أبنائي الأعزاء. ننتقل بعد ذلك أبنائي للعقائد. بيقول لي: أكمل الجمل الآتية بالكلمة المناسبة: العبادة، الود، النعم، تسخير. من مظاهر ود الله نقط: الكون لمصلحة الناس. تسخير الكون لمصلحة الناس. نقط: هو الفعل الجميل الناتج عن الشعور بالحب. طبعا أبنائي كلمة إيه؟ الود. كلمة الود تشمل نقط كل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة كل اللي تشمل العبادة كل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. من علامات حب العبد لله شكره على النعم. ما المقصود بالعبادة؟ نقول أبناء الأعزاء: هي طاعة الله تعالى في كل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والآن أبناء الأعزاء مع السيرة والشخصيات رابعا، بيقول لي: صل من العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني. أولاد نبي الله يعقوب هم طبعا أبناء بنو إسرائيل. كان اسمها يثرب قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لها المدينة المنورة التي أنارت ب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. استضافت الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في طريقهما للهجرة، في طريقهما للهجرة اللي هي أم معبد رحمها الله سبحانه وتعالى وزوجها. بشرها الله سبحانه وتعالى بنجاة ابنها من فرعون اللي هي أم موسى عليه السلام. نشاط رقم واحد. ننتقل أبنائي وبناتي الأعزاء إلى اختبار الثاني في هذه المادة إن شاء الله. هيا أبنائي مع بداية الاختبار. نشاط واحد: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير الصحيحة. اجتمعت قريش في دار الندوة وقرروا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أبنائي الأعزاء إجابة صحيحة. كان موسى عليه السلام من بني إسرائيل. إجابة صحيحة. أحسن الرسول صلى الله عليه وسلم الظن بالله وطمأن أبا بكر. إجابة صحيحة. رفضت أم معبد أن تضايف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. إجابة خاطئة. ننتقل أبنائي وبناتي بعد ذلك النشاط رقم 2. تخيل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. كان الدليل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب علي بن أبي طالب ولا عامر بن فهيرة ولا عبد الله بن أريقط ولا عبد الله بن أبي بكر. الإجابة أبنائي عبد الله بن أريقط. حلت بركة النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة في خيمة عاتكة ولا أم معبد ولا أسماء ولا فاطمة. أم معبد. ألقت أم موسى ابنها في اليم خوفا، اليم هو الايه؟ النهر. خوفا عليه ولا للتخلص منه ولا تنفيذا لأمر الله ولا الأولى والثالثة. خوفا عليه وتنفيذا لأمر الله الثالثة، يبقى نختار الأولى والثالثة. استمرت رحلة الهجرة إلى يثرب أيام، 7 أيام ولا 3 أيام ولا 8 أيام ولا 9 أيام. الإجابة الصحيحة أبنائي طبعا هتكون ايه؟ بنختار أبنائي الأعزاء 8 أيام. 8 أيام. ننتقل أبنائي النشاط رقم 3. صل كل جملة بما يناسبها. سراقة بن مالك. سراقة بن مالك أبنائي الأعزاء الإجابة الصحيحة بنختار حاول اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينجح.
وبشره النبي صلى الله عليه وسلم، بشره بإيه يا ابنائي؟ بشره بطبعا أنه سيلبس سواري كسرى. علي بن أبي طالب نام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة. عبد الله ابن أبي بكر كان يزود الرسول صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش. عامر بن فهيرة أبنائي خادم أبي بكر الصديق كان يخفي آثار الأقدام عن طريق الأغنام طبعا. وبكده يا أبناء الأعزاء أكون وصلت معكم إلى نهاية هذا الاختبار، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وانتظروني في اختبار قادم. سلام الله عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو.